عبد المنعم ابو شعيره مشرف مشتل محمد مطر. بنضخ الميه في الحوض، بعد كده بتمسحب الميه عن طريق مولد صغير بيخش على الجهاز اللي هو الجهاز اللي احنا استخدمناه السنه دي. بتم الميه بتخش على الجهاز بتم تحليتها، وبعد كده بنضخ الميه في المشتل للشتلات، والتسميد بالنسبه للتسميد بعد الجهاز، احنا بنسمد بعد الجهاز. وبنفرجكم برضك باذن الله تعالى على الشتله وازاي اتغيرت الشتله من اللي كان الاسوء السنه اللي فاتت للاحسن، وبفضل الله تعالى انتاجنا كان 100% السنه دي. تعالوا نشوف الشتله. ما يتفضلوا نشوف الشتلات. انا عايزك تكلمني، انا شايف ان احنا النخل برضو يعني علشان يديني انتاج لازم يتروي جيد. النخل بيتعرض للملوحه برضك بنسبه، لو الملوحه عاليه ما بينجحش. فعندنا النخل ده مجدول، ليه عمر يفوق السنه، سنه ونص. بفضل الله تعالى استخدمناه بعد الجهاز، النمو بتاعه يختلف، يعني كان حوالي متر ارتفاعه. من 6 7 شهور بشوف المسافه قد ايه من بعد ما استخدمنا الجهاز. وبرضه عندنا برضك المجدول والخوخ، بيتعرض للملوحه برضه، لو تعرض للملوحه بتأذي. الخوخ؟ الخوخ نفسه. طب انا بقى في حاجه عايز ارجع معاك لورا شويه. قبل ما نركب الجهاز ده اكيد كنا قاعدين هنا في مشاكل بتساعدنا. صحيح. ايه نوع المشاكل اللي انت حاسس ان هي الحمد لله كانت مرحله وانتهت؟ والله بالنسبه للبذره كانت عندنا مشاكل، ما فيش انبات، الانبات ضعيف خالص، وكانت الخساره كانت جامده السنه اللي فاتت، مهوله يعني، عشان ما اكلمك بصراحه. في برضك في الارض الزراعيه، في الارض في المزرعه كان الانتاج قليل وضعيف، وكنا بنعاني، بنعمل تسميد، بنحط طارد ملح عشان نتاقلم نفسنا مع الملوح، وبنجيب مخصبات زراعيه علشان برضك ان احنا نقدر نقاوم الملوح. ده السنه اللي فاتت. بعد ما ركبنا الجهاز تلاشت كل الاسمده اللي احنا كنا بنستخدمها للميه المالحه. الحمد لله. شفت بقى يعني تصرف سليم جدا من العماله اللي موجودين معانا، طلعوا الشتلات بره الصوب عشان الامان الحيوي. صحيح. وعشان نشوفها وما يحصلش اي تلوث في الصوب. عايزين نشوف مع بعض الشتلات دي بتاعت ايه كده يعني. اتفضلوا. احكي لي بقى كده الانتاج الجميل ده واللون الاخضر اللي انا شايفه اللي هو بيعبر عن صحه الاوراق الخضراء اللي هي معدل النمو ومصنع الغذاء داخل النبات. دي ان شاء الله دي شتله شطه، وده كرفس، وده شمام. ده ما شاء الله اقل الاسمده بيمشي، بقل اسمده بتمشي، يعني الحمد لله في يسر في كل حاجه فيه. طب انا عايزك تختار لي شتله كده، عايز شتله منهم علشان نشوف الجدر بتاعها شكله ايه، لان دي نفسها بصوا ده الجدر، مجموع الجدري، الموضوع الجذري زي ما احنا شايفين بقت قويه، ادت مجموع خضر يتناسب مع هذه القدره، وبالتالي الفتيه للنبات بقت قويه، الاوراق مساحتها اكبر، لو بصيت على مساحه الورقه بالنسبه للشتله هتلاقي مساحتها اكبر، بفضل الله تعالى الصحه العامه لهذه الشتلات اجمل. شوف ادي نوع تاني، مجموع الجذري بتاعه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، بقدونس اهو، وادي المجموع الجذري، يعني بنقدر نقول ان النبات بيقدر يكون ترومبة ممتازة لسحب المادة الغذائية. وادي الكنتالوب اهو، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، مجموع، وادي الغصن، وادي العنق، وادي مجموع الورقي، هتقدر ان انت تلاحظ اختلاف كلي وجزئي. ايه رأيك اشرح لي كده، قول لي ايه رايك في الجدر وفي الورق وفي التكوين العام كله للشتله؟ المنظر العام بتاع الشتله خضر، خضره تمام يعني اصلا ولا شك، والجذر شايف وانت براك يعني ما شاء الله تبارك الله، حاجه جميله وحاجه مسمده وحاجه جاهزه. ده نجاح، ده نجاح لا يمكن ان يزيف. نعم. يعني دي حقيقه واضحه قدام عينينا. نعم نعم نعم، ولا شك ولا شك، ما تقدرش. ايوه 2500 ما شاء الله. وده طبعا اكيد لو عديت هتلقى الاف، فلازم يكون مخضر، النمو الخضري جميل ولازم يكون حلو يعني، لانه مخدوم كويس يعني، هاي ماخذ كل الحاجات التقنيه، ما في ملوحه، ما في خيره، عشان كده ادت النسبه دي كلها على الساحه. قدر بيمتص مع وجود بتمتص كميه كويسه من هنا، عشان كده بتدي نمو خضري جميل جدا. اذا الحمد لله تغلبنا على مشكله. لا والله دي وبفضل مجهود الرجاله، دي الف مبروك يعني، دي عمليه بتوفر البذور، بتوفر اول حاجه اللي بصراحه لنا انه قبل ما يعملوا الحته دي كان بيصرف بذور كثيره جدا وما بتقوم، بتموت وكده.
هنا حس وفر بذور، وفر اسمده، وفر مويه، وفر حاجات كثيره جدا، وادته انتاجيه عاليه. يبقى الف مبروك يعني. قول ما شاء الله انه الاسم شنو الصينيه عليها 250 حبه او 200 حبه. كل ال 200 حسنا احنا بنبص عليها ما فيش صفرار، ما فيش هنا كله ارتفاع النمو اللي نايفي واحد. هذا فضل. ايوه 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 معناتها دي اكدت انه النجاح 100% مش 100%. في بفضل الله تعالى عندنا هنا المورينجا، المورينجا، وعندنا لوز، وعندنا برضك زرعنا القشطه، وزرعنا برضك في نوع ثاني اسمها جنه الفواكه، برضو كلها دي بتتاثر بالميه المالحه، وزادت الانتاج معانا، وباذن الله تعالى بتكون وضعها احسن من وضع الميه العاديه. دي شجرة الأفوكادو، ودي الأفوكادو أكتر شيء في الشجار بتأثر بالملح، بالمية المالحة. ما نجحتش السنة اللي فاتت، وعندنا هنا بفضل الله تعالى بعد تركيب الجهاز نجحت، ووادي البراعم الخضراء والشغل الجديد كله بفضل الله تعالى اشتغلت وزي الفل كده، وربنا يسهل الحال كده. أو طلعنا كمية منها يعني، ما طلعنا كميات، طلعنا منها. ده شعير برضك اتزرع المية المالحة بخراطيم، لو نلاحظ بص الخراطيم ايه، مش رش ولا أي حاجة ولا علامات المطر. دي على البير بتاعنا الارتواسي، وبعد الجهاز برضك بفضل الله ادي الانتاج بتاعه والمحصول نفسه بفضل الله تعالى وفير. انت الري ده تنقيط؟ تنقيط اهو، ادي الخرطوم اهو، احنا بنظهر الخرطوم برضك للناس عشان تشوف ان التنقيط مش غمر ولا عري المطر. بسم الله، ده خوخ بفضل الله تعالى على 2500 جزء في مليون، وبفضل الله طرحه الشجره ومديه انتاج، ومجموع الخضر بتاعها جميل جدا، وحجم الاوراق حلو قوي. ادي خوخ يعتبر في منطقه السادات وعلى 2500، واضح حجم الثمار على الشجره كمان. لسه عندك حجم ثاني وكده بتنمو وتديني الحجم النهائي بتاعها. انا بتكلم على عددها المتواجد على الشجره اللي ما كانش يقدر ياخد منها محصول ولا انتاجيه على الاطلاق.